خوتي لا فامي، السلام عليكم احباب العائله المغاربه والتيكوانتي. السلام عليكم، فيديو جديد، حلقه جديده، موضوع جديد، ولكن ما كاينش الموضوع، نحيدوا الموضوع، كاين حلقه جديده، فيديو جديد درناه اليوم في ميلانو. قررت انني نديرو في ميلانو في واحد الناحيه من النواحي ديال ميلانو. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم في واحد السويقه، نوريكم بعض الاشياء، ولكن ما غاديش نهضر. نتمنى غادي نحيد، بحيث كانت معايا العائله خصني نحيد ندير الموسيقى وصافي. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم، وكنشكر الناس كاع اللي كتفاعل معايا ولا فامي والعائله وكاع الناس اللي دخلوا عندي جداد كتابوناو، كنشكركم بزاف. والبارح يمكن شي دخلت شي بركه تبارك الله ما شاء الله، ونظن منهم من العائله ديالي، وفيه ناس كثيره تبارك الله ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم الفيديو اللي كندير انايا، سواء يعني انا غادي ندير داكشي اللي غادي يبان لي غادي نديرو، نحاول ما يمكن ينال الاعجاب ديالكم. والناس اللي كتعجبو الفيديو ديالي راه ضروري غادي يديروا لي لايك، والناس اللي ما غاديش يعجبو الفيديو ديالي ضروري ما ديرش ديزلايك، ولكن دوز بسلام. وكنشكر الناس كاملين، وهاد دوز بسلام غادي كلشي غادي يعمر ليا ديزلايك على ما اظن. ان شاء الله نتمنى الفيديوهات ديالي تنال اعجابكم، وكنشكركم بزاف. والناس اللي ما تابوناتش عندي تابونا عندي. وحاجه اخرى، البارح ما لقيت ما ندير لكم كيما شفتوا، ما لقيت ما ندير لكم، درت لكم الغداء الباستا الاصيله الايطاليه الاصيله، صوبتها لكم البارح راكم شفتوا الطريقه، الماتيشا او الطماطم والهريسه التونسيه. ان شاء الله الحلقه الجايه ان شاء الله الا ما لقيت ما ندير لكم حتى شي فيديو او شي موضوع نهضر فيه، لان انا ما عندي مواضيع كثير، عندي الراس عامر خصني نخويه مواضيع كثيرة صراحة، غادي تنال إعجابكم، وإن شاء الله غادي نخصصهم ونقادهم باش تنال إعجابكم. المرة الجاية إن شاء الله قلت لكم إلا ما لقيت ما غادي ندير لكم، وإن شاء الله غادي نصاوب لكم بيتزا الإيطالية، بيتزا الإيطالية بديك المدورة، مع العلم أنني عندي واحد لاسبيريونس ديجا في واحد الخمس سنين هكا ولا ست سنين كنت خدمت في هاد الخدمة هادي ديال البيتزا، وغادي نصاوبها لكم أنا بيدي بواحد الطريقة عجيبة، وإن شاء الله غادي تعجبكم، ونتمنى خير إن شاء الله. وما نطولش عليكم، والناس اللي ما اشتركتش معايا تشترك معايا وتعمل جام، ورجعوا الفيديو ديالي القدام. يعني البداية ضروري غادي تكون في شوية ديال، يعني ما غاديش نعجبكم صراحة، ولكن المستقبل نمشيو باش نولفوا شوية الكاميرا غادي نعجبكم. ناس افاتي برافو كيما قالوا الطالياني، خوتي حبابي لا فامي العائلة توتي. كنا انا راه نفرح مي كنشوف المشاهدات بزاف، واخا ما دير لي الجام، واخا ما نوصلش، المهم انني غادي نولي معروف عند واحد الفئه، واللي شافوني الناس كيشوفوني شي ناس. شو انا راه طبيعي، راه انا هكا نبغي غير القليل. خوتي السلام عليكم، كنشكركم بزاف وشكرا بزاف. والناس كان اللي تابونات عندي واللي ما تابوناتش عندي كنشكركم توتي كوانتي. على فكره توتي كوانتي تبقى نقولها دائما، حبابي لا فامي توتي كوانتي، سافو ديغ ان توتي كوانتي كلكم، توتي كوانتي كلكم، كنشكركم بزاف. السلام عليكم، نخليكم مع الفيديو.